بدي اعملكم انبوكسنج لمنتجات من بنفيت. المنتج اسمه جيمي برو بلس فوليومايزنج بنسل، ورح نفتحه من جوا. هاد شكل القلم وانا رح اجربه معاكم لاول مره. من هون رح تلاقوا البنسل، وعندنا زي ما انتم شايفين الفرشاي عشان نمشط. وهلا بدنا نجرب هذا المنتج. اول اشي زي ما انتم شايفين حواجبي قد ايه فيهم فراغات، لامشط شعراتي لفوق بس عشان اشوف الفراغ. هلأ بس رح أصير هيك أعمل خطوط محل ما أنا حاسة فيه فراغ حواجبي. حبيت المنتج، رهيب صراحة، رهيب رهيب. في حركة أنا كتير بحب أستخدمها كمان عشان أحدد أكتر الحواجب، رح أجيب هذا اللون، رح أحط شوي على إيدي، رح أخذ هاي الفرشاة اللي بتكون زي هيك وبس بعمل هيك وبصير أحدد بداية الحاجب وبمد لجوا. انا هيك خلصت عبيت حواجبي ورح ارجع مره تانية بس بالمشط ارتب. بعد ما خلصت حواجبي رح استخدم المنتج الثاني انا كثير بحب اللي هو براو ستر. بتحطوه فوق الحواجب عشان شو؟ يضلهم ثابتين. وهذا هو الفاينل لوك. طبعا اكيد واضح الفرق عندكم. اول اشي الحواجب خلاهم يبينوا كثيفين لانه مل الفراغات واعطاني لوك طبيعي كثير للعين وللحواجب. قوامها جدا خفيف لطيف ما في داعي تشدوا. احلى اشي فيه انه بضل ثابت لمده 12 ساعه، واذا بتستخدم مجل الثبات برضه رح تخلوه ثابت اكثر، مقاوم للمي والتلطخ. في منه 12 درجة هذا القلم. كثير حبيت المنتج بعطيه 10 من 10. فللناس اللي بيعانوا من حواجب خفيفة او حتى حواجب كثيفة ولكن فيها فراغات، ما لكم الا هذا البنسل. رح يكون متوفر في الاسواق من 1-10، فرح احط لكم اللينك بالدسكربشن اذا حابين تطلبوا زيه اونلاين. ورح تلاقوه كمان موجود بالبرانشز تاعون بنفيت او سيفورا. ثانك يو بنفيت. صباح الخير، احذروا شو في اليوم. اليوم هي حفلة تخريجي. يا جماعة أنا كتير مبسوطة لأنه كل حدا بيتابعني بيعرف أنه أنا تخرجت من الجامعة الأردنية تخصص إدارة سياحية. قبل تقريباً أسبوعين نزلت لكم أجواء التخريج اللي كانت بالجامعة ورحت لكم اللينك هون عشان تروحوا تشوفوه. اليوم رح أعمل حفلة تخريجي، رح تكون حفلة كتير كبيرة كتير حلوة، رح أجمع فيها صحباتي وعائلتي والناس اللي بحبهم اللي بيحبوني. صلي بخطط لهذا الموضوع فقط أسبوع، فجأة هيك كنت قاعدة أحكي بعمل حفلة تخريج. فاليوم بهذا الفلوج رح أخذكم معي على المشاوير والشغلات رح اعملها طول هذا اليوم، وأورجيكم الحفلة واللقطات ومين اللي كان مسؤول عن الحفلة وكل هاي الحبشتكنات. اول مشوار رحت عليه امبارح وخلصت منه كان الفستان، ما رح اورجيكم اياه هلا، رح اخلي لكم اياه مفاجأة. فاحضروا الفيديو للاخر، اعملوا له لايك واعملوا سبسكرايب عشان نوصل 2 مليون قبل نهاية هاي السنة. ويلا نبلش بالفيديو. اول مشوار رح اروح عليه اللي هو الشعر والميك اب. انا عند ليلى. هلو يا جماعه، هلا رح نعمل ميك اب ورجتها الفستان، فهي هلا رح تعمل السحر تبعها. ياي كمان كمان طلعت تركيز. اوكي يا جماعه، في الوقت اللي انا قاعده عم بجهز فيه رح تكون القاعه عم تتجهز، فاحنا رح نعمل قاعه في مكان اسمه بيبك. رح احط لكم اللينك بالدسكربشن، اسمعوا كثير مكان حلو. واللي رح يعمل الحفله ايفنت بلانر اسمهم الياس، وبرضه رح يكون مبدعين مبدعين مبدعين، فرح نورجيكم كل هاي اللقطات لبين ما اخلص ميك اب. أرجيكم الميك اب مبدئيا. واو لسه ما حطيت الحمرة عشان بدي اكل. اوكي يا جماعة، هي خلصت شعري كمان، هلا بورجيكم اياه من ورا كيف طالع. حبيت هيك اعمل اشي سمبل لانه رح تعرفوا ليش عملت هاي التسريحة لما تشوفوا الفستان. اعطوني تقييم للوك النهائي مع الشعر والميك اب. الان انا في طريقي الى المنزل، الفساتين وصلت. اسم الفستان بيسطل زي البرنسسز برنسسات. احمد حبيب تشوفه، انا اليوم تاكسي صح، جيت اخذنا مشوار، اجى اخذنا من الصالون، صار تاكسي.
خطيبي يعني معلش انت مش راح تكون معنا فانه عادي هي حركات شهامه وزلوميه. المهم هلا احنا بطريق البيت، هلا اول ما البس راح اورجيكم الفستان، بعدين راح اروح على المزرعه. زي ما شفت المزرعه بتسطل كثير حلوه، حزين تشوفوا اللوك. 1 2 طبعا هذا الفيديو حصري من غرفتي الجديده. ايش رايكم بالفستان؟ احكوا لي رايكم من 10. هذا الفستان كان نفسي اعمله من زمان، فهي اجى الوقت اللي اسويه. وهلا بدنا نروح على القاعه. وصلت القاعه. هاي وائل كمان مره، وائل خرج كمان مره، رح يكون بصور حفلتي التخرج هاي المره، الحفله الصح. طبعا انا قعدوني باللوبي لانه لسه ما جهزوا، صار يحكوا لي اتس سربرايز. طبعا انا عند ببك، وببك ابدعوا اليوم وجد شكرا كثير انهم اليوم هم مسؤولين عن انه رح يعطونا القاعه والكيترينج تبعهم، اسمه الاكل تبعهم بشهر يعني اجربته. كثير متحمسه للاكل صراحه، بدي اشوف هلا القاعه. مش هلا يعني خلاص تعبت. ادلس بالله عليك. سو حياة الله حس حالي انه انا هلا عم استنى على مات التوجيهي، فاهمين؟ يلا موسيقى دراما. لا اسمع جد حلو كثير حلو. يا صورني هون فطارة. اوكي يا جماعه، بعد ما شفتوا هاي الاجواء صورنا الريل وصورنا البوست، رح تشوفوا كل هذا على الانستغرام تبعي. فهاي الانستغرام هون روحوا اعملوا فول عشان تشوفوا البوست والريل. وهلا بدنا نبلش تجهيزات تجهيزات، بدنا نبلش اجواء الحفله. ليتس جو. I love you. هاي 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 العشرة وصلت متأخرة. يا بكير يعني. هلا فقدت العشرة يا جماعة، تعالوا. ايش رأيك؟ أنا جاي على فقرة العشرة. اوكي يا جماعة، فقرتي المفضلة فقرة الأكل. بدي أعرفكم على الأقسام الموجودة بالبوفيه. قسم الحلويات بأشكالها
الكنافة ران حسي حالي زي سندريلا بتهرب آه وهي المقبلات السلطات بعدين شوفون التشكيلة انت التشكيلة كمان سلطات أنا حافظة البوفيه لأني جربته قبل ستراغانوف خضار مشكل هاي سمك شوف بكريمة هذا ليش فاضي؟ للفلافل عشانه طازة سمك كوبة وهذا الشكل فايتة حامي تطوالية شاورما عشان بدهم يخربوا الرجيم اوو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 و
اشوف اللحمة. اوه هاي خليلي منها. اكيد. امالي لان هلا بيتهموها. وعندكم هون السمك؟ هاي بيلا اسبانية. هيا يا يمي بحبها. برضو خليلي منها. باستا. هذا الصيد كله زي هداك الصيد. يعني عشان كفي كل حدا. كل حدا ياخذ معه ويروح البيت. اوكي هلا رح نصور لكم الناس اللي بتاكل. عن جد؟ بحكي اذا حتصورنا واحنا بناكل مصيبة يا جماعة. هلا والله هلا هلا هلا. ولا استني شوي دورك. شكرا كثير على جريتكم. وفيش حدا يروح بعد الاكل. ممنوع تاكلوا تضلوا تضلوا قصوا بعدين او لا تضلوا قصموا هون عاد. هلا البوفيه رح نفتح. استني اسمع الاكل ما كله سهل. واحد اثنين ثلاثة يلا انا بروح اكل يا جماعه بشوفكم. كانت كتير حلوة. كتير حابة أشكر لياس اللي عملوا ثيم الفخم. يعني ما قصروا بالمرة بالمرة. ورح أحطكم أكاونتهم بالدسكريبشن إذا حابين تعملوا حفلة عرس خطبة عيد ميلاد بدكم إياه. لياس رح يعمل لكم حفلة فخمة فخمة فخمة. شكرا لبيبك لأنه عطوني القاعة بتجنن كبيرة واسعة بتناسب لحفلات تخريج وزواج وأعراس كل إشي بدكم إياه. برضو أحط لكم اللينك تحت. شكرا كمان لإلهم عشان الكيترينج والأكل الزاكي اللي الناس انبسط عليه. وشكرا لسماح على الفستان الخرافي اللي هو كان فستان أحلامي. كتير كنت نفسي أعمل زيه. عملت لي إياه بالضبط زي ما بدي وزيادة. بحبك كتير واللينك برضو بالدسكريبشن. شكرا لسامر وإلياس اللي ولعوا الحفلة. كانت يعني فقرة الموسيقى أحلى فقرة. كتير انبسطنا. كتير الناس انبسطت بالأغاني. فشكرا كتير برضو إلياس وسامر. برضو اللينك بالدسكريبشن. شكرا لحنان اللي ولعت وشعلت الحفلة بدخلتها الحلوة كتير على الطبلة. شكرا لليلى على الميك اب اللي لهلا ما راح منه ولا نتفة. واخر شكر واكبر شكر لوائل والتيم تبعه اللي كانوا مسؤولين عن تصوير الحفلة كاملة. وبحبكم كتير. اعملوا سبسكرايب لايك للفيديو وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفلوج تبع تخريجي. وبشوفكم بفيديوهات جاي. الف مبروك يا صبا.